تتمايل الدمى الكرتونية هنا مع أنغام الموسيقى مقدمة عرضاً فنياً يدمج فن صناعة الدمى من الورق المقوى مع مسرح العرائس. معرض دمى من كرتون نتاج ورشة لفنانين سوريين امتدت لشهرين متواصلين من التجريب وتطويع الورق للظهور بنتيجته الحالية. أنا حبيت أطرق باب الفنانين التشكيليين لجذب الطلاب لمسرح العرائس وقرب بين الفنون، لأنه الشباب ما بيعرفوا ثقافة مسرح العرائس ومفكرين مسرح العرائس بس للطفل أو ما فينا نعبر عنه كشيء للكبار. اشتغلنا عدة مدارس من التعبيرية الواقعية للتجريد، خلينا نقول التكعيبية، كل واحد اشتغلت بأسلوبه الخاص به، كوننا لوحات، كوننا تماثيل. خبرات جديدة اكتسبها الفنانون المشاركون أثمرت معرضاً يعد الأول من نوعه في سوريا، خاصة مع غياب هذا الفن أكاديمياً في الجامعات السورية والعربية. بدأنا بصنع ماسكات من الكرتون وتعلمنا عجينة الورق وأخذت إيدنا. كنا بالبداية نستهلك مواد كتير تقريباً، بعدين صرنا مع الوقت نعرف تماماً نقص الكرتونة نحطها بالمكان المحدد، فما في شيء اعتباطي، وكنا عم ناخد المعلومات بتدريج، فكل أسبوع كان عنا شيء جديد. اشتغلنا صراحة كم هائل. حملت الورشة ونتاجها المقدم في المعرض رسائل عدة، بدءاً من هشاشة الورق وقابلية تطويعه، وصولاً إلى التذكير بفنون الشارع وندرتها في بلادنا. محمد طوالبي، رؤيا، دمشق.